مشاهد توحي بوجود كارثة بيئية في الأفق، غير أن المختصين يقولون عكس ذلك، وسط تذمر سكان بلدية كوينين بولاية الوادي الذين يعانون من محطة تصفية مياه الصرف الصحي منذ إنجازها ودخولها حيز الخدمة. تسرب تاع المياه القذرة هذه من المحطة لعدم التسيير الحسن، المنشآت اللي راهي الداخل كاملة معطلة، منها الديسابلاج اللي نحي الرمل، الجهاز ينحي الرمل، والجهاز الثاني اللي ينحي المواد الصلبة، والجهاز اللي ينحي الزيوت. هذه المحطة القدرة تاعها الآن راهي قبل ما نلحق 2030، رانا 2022، لحقت القدرة القصوى تاعها وفاتتها، لذلك حنا رانا نطلبوا الحل من عند سيادة الرئيس الجمهورية. المشكلة تاعنا من هالزيكو هذه راهي معناها راهي الناموس والبعوض راهو معناها ما خلناش حتى الريح. وفي ظل المخاوف من التداعيات البيئية جراء تدفق المياه من محطة التصفية، يأتي توضيح مدير الموارد المائية. هو مشكل تقني بحت ناتج عن توسع الشبكة الصرفية المستعملة عبر الأحياء السكنية الجديدة، وناتج أيضا عن بعد ربط الأحياء الجامعية السبعة على مستوى جامعة الواد، بعد ربط هذه تضاعفت كمية المياه المعالجة لتصل إلى الطاقة القصوى لمحطة التصفية وهي 33 ألف متر مكعب في اليوم. نحن الآن بصدد إجراء إكسبرتيز، إجراء خبرة لهذه القناة لمعرفة سبب عدم تحمل هذه القناة، مع اعتماد بعض الحلول الاستعجالية والمتمثلة في إنجاز بعض القنوات على مستوى الأبراج التوازن لشيمية ديكليبر، أو أيضا حتى على مستوى محطة التصفية من أجل إعادة هذه الاستعمال المياه المصفيات. ويبقى إنهاء معاناة الساكنة مقرونا بإيجاد حل جذري للروائح والبعوض واستغلال المياه المصفاة في سقي الأشجار المثمرة والغابية.